أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من مدينة شيكاغو. طبعا أنا الآن في مدينة شيكاغو، جيت من ولاية فرجينيا. المسافة تقريبا ساعة ونص بالطيارة. طبعا هي مدينة شيكاغو، هي النافورة هناك، هذه اسمها بيكنغهام فاونتين، نافورة بيكنغهام. هذه بحيرة ميتشيغان الناحية الثانية، إن شاء الله بصور لكم إياها بالليل إن شاء الله. هذه الغرفة اللي أنا فيها، الآن أنا بالفندق. هاي الغرفة، هذا السرير، التلفزيون، هاي الدولاب، هاي المكيف، هاي الكومودينو، هاي الإضواء، بناء الضوء، ضوء التليفون، هاي مكتب. هي الخزانة، هاي مكواية، هذا ما في علاقات بنعلم ملابسنا فيهم. هذا الباب تبع الغرفة، هذا الحمام، البانيو، هذا مخرج الغرفة لمدة 3 أيام. منظر البحيرة من هون شيء رائع بصراحة، شيء أكثر من رائع. مجرد بتشوف جمال المدينة، إن شاء الله إن شاء الله بصور لكم البحيرة اليوم، بصور لكم اليوم البحيرة إن شاء الله، بصور لكم النافورة بالليل. بس هذا كان فيديو اليوم، وإن شاء الله بشوفكم في فيديوهات تانية. يسعد أوقاتكم.